سوارا. سوارا انت هون؟ وين رحتي سوارا؟ قسم الأمومة لو سمحتي. ايه مدام. كنت عم دور على ممرضة بتشتغل عندكم هون. هو قليلي شو اسمها مدام وانا بقدر ساعدك، بعرف كل الممرضات هون. ما بعرف شو اسمها بس انا بعتذر ما فيني ساعدك بشي. بس يعني خدي. وهي مصرياتي. بدي احكي معك فورا. ليش هيك عم تهربي مني؟ وقفي عندك أحسن ما عاملك مشكلة. ليكي إذا ما بتحكي الحقيقة كلها هلأ ببعتك عالسجن فورا. احكي ليش عم تشوفي ستي؟ عشو عم تتفقوا انتو التنتين؟ خدي قد ما بدك بس المهم تخلصيني منه. ما بدي حدا يشوفه. وليكي إذا بتطلع هالقصة من بيناتنا ساعتها رح تندم. طيب ليكي أنا رح أقلك شو الموضوع. أنا بعرفها لستك بس صدقيني أنا ما دخلني بشي أبداً. صدقيني أنا ما عملت أي شي غلط. شو قصدك بغلط؟ ليكي كل شي صار وقتها ستك هي طلبته مني وهي ما كان بدها هذا الولد. الولد؟ إيه كنا عم نحكي بهالقصة وأكيد شفتينا وقت كنا أنا وستي. بس هن قالوا لنا إنه هذا الولد مات. هو وقتها مات قبل ما يخلق. لا ليكي ستك عرضت علي مصاري قد ما بدي منشان آخذ الولد وأتخلص منه. قصدك إنه هذا الولد عايش؟ لا لا لا
هو لا احكي لشوف. طيب ماشي، شوفي أخوكم لساته عايش. بس ستك هي اللي قالت لي اتخلص منه، ولهيك أنا وقتها أخدته وبعدته من هون. لك شو عملتي بأخي؟ يلا أحكي، أحسن ما أورجي الفيديو لمدير المشفى. لك يلا قولي أحكي. الفيديو؟ لو أنا مفكرة حالك رايحة مو خجلانة من حالك؟ لسه مو بس عند أخي، بس مدري كم ولد كمان أخدة وأبضى عليهم مصاري. ما في داعي تضيعي مع وقت أكتر سوارة، أنا رح أتصل بالشرطة فوراً وخليهم هن يجوا يتصرفوا معها. بترجاكي بلا هالشرطة، أنا ما عملت هالشغلة لحالي. ليكي الدكتور مهدى المسؤول، هو قال لي وقتها روحي خبري أمه للولد إنه هو هلأ مات. شوفي الدكتور مهدى رجال كتير كبير، أنا عملت مثل ما بيقول وما عملت شي خطأ، هاي كانت أوامره هو. إذا اتصلتوا بالشرطة وقتها الدكتور مهدى رح يهرب وبس أنا اللي بروح فيها. بترجاكي لا تحكي الشرطة. بعد ما عرفت كل هالقصص الوسخة عنك وعن الدكتور مهدى بدك يعني ما حاكي الشرطة كمان؟ لا شوف شغلك سانسكار. لا لك انتي لازم تموتي. سوارة سوارة شبك لك سنسكار. انت عم تنزفي سنسكار الحق. سوارة روحي على غرفتك وانا هلا بلحقك وبجيب معي الدكتور. يلا تحركي. لا سنسكار لازم تمسك هديك الممرضة. لكينا منا هلا، انت عم تنزفي هلا وجرحك هو الاهم. رح احكي مع الشرطة وهني رح يشوفوا شغلهم معه. تعالي معي يلا سنسكار. انا لازم لك شغلي. قولي. انا سنسكار أنا عن قصد جرحت حالي لأنه كان لازم إجي لهون ضروري مشان حاكي هديك الممرضة. أنا ما كان عندي طريقة ثانية. ما عم بفهم ليش ما قلتي لي من قبل. لأنه لو قلت لك كنت رح تخاف علي وما رح تخليني إجي. عن جد أنا آسفة آسفة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها. سنسكار أنا عن قصد جرحت حالي لأنه كان لازم إجي لهون ضروري مشان أحكي مع لهي الممرضة. عن جد أنا آسفة. هذا جرح سوارة ما له شغلة سهلة أبداً، بيعذب أكتر ما تتخيلي. وبعملتك هاي رجعتي أثبتتي لي من أول وجديد إنه أنت بتحبي أمك وبتحبي عيلتك وأنت عم تضحي كرمالهم. ولهالسبب أنا بحبك كتير سوارة. أنت لا تقلقي، أنا رح دير بالي على الولد منيح. لا
ترانسكارت، ممكن يكون الولد اللي نحنا شفناه هداك اليوم مع أمي بالمعبر هو عن جد أخي. سانسكار، أنا لازم أحكي مع هاي الممرضة. سانسكار، بترجعك، لازم يرجع لنا أخي عايش. سانسكار هو عايش. طيب طولي بعليك وأنا بكرة راح أحكي معه. روحي أنت هلأ غرفتك وأنا بعمل اللازم. شرميزة، بنتي شو عم تعملي انتي؟ هدول لعب سوارة، عم فكر كنت أعطيهم، بس هلأ رح. لا تفكري بهاي الطريقة، طولي بالك شوي. لا ما فيني شي بنوب، يعني بعد ما حكيت مع سوارة وسانسكار أنا حسيت إنه بدي أفتح روضة أطفال. شو رأيك بهالفكرة؟ عندك شي مانع؟ إيه ماشي، أعملي شو ما بدك ودائماً تذكري إني معك وجنبك عطول. شكراً ماما، شكرا. صدقيني انا ما عرفت كيف خلصت منهم وهربت، هن كانوا ماسكيني وبدهم اعترف لهم. منيح اني خلصتي منهم، بس انت ديري بالك قدامها، لانه بعرف انه هي البنت ما بتعرف شي عن الولد. ايه بس في شغله، إذا سوارة عرفت بحقيقة الشي اللي صار ما رح ترحمها لهديك الختيارة بنوب. راجيني بنتي، كيف سوارة؟ هي منيحة، أنا هلأ كنت عم بحكي معها ورح يطلعوها اليوم من المستشفى. إيه منيح. وسانسكار خبرني إنه هو رح يجيبها. عن جد أنا بشكر القدير من كل قلبي إنه بنتي سوارة طلعت منيحة. يا أوترا يلا خلينا نجهز الفطور. يلا رايحة. شو هاد؟ شوفي أنا ما طلبت عصير بس رح آخده، شفتي؟ راجيني شو صار لك بنتي؟ فيني افهم هلا شو لها داعي انك تكسري هالكاسه راجيني؟ اذا بدك تكبي هالعصير كنت خبريني وانا بكبهم براسي. سجيتي؟ لا هو بس كان فيهم، كان بقلب العصير في دبانه. اسفه يا لكشي، بس شوف هالعصير ما بيصير انه ينشرب وهو مو نظيف. ما كنت بعرف انك بتخافي علي بهالطريقه المجنونه، كلها دبانه.
شبك لك شي؟ راجيني ما خافت من دبانة؟ لك هي خافت عليك إنك تأكل الدبانة بالغلط وبعد ما تأكلها تتحول أنت كمان لدبانة. ليش ما ضحكتي؟ طيب أنا رح نادي للخدمة هلأ تجي تنظفهم بسرعة. سيلا تعالي بسرعة نظفي البيت ولمي هدول. ما في مشكلة عمتي، خلاص أنا بنظفهم. بنتي راجيني تركي من إيدك، خلاص هلأ بتجرحي حالك. لا ماما أنا رح أدير بالي. ماما فيكن تحضروا الفطور هلأ؟ لأنه عندي شغل كتير ولازم أطلع على المكتب وما عندي وقت. لك هاي البنت ما بترد. يلا يا سيلا تعالي نظفي. عمتي أنا بعدت سيلا على شغل المطبخ. أنا ما عم بفهم شو عم بيصير هون أختي. أنا ناديتي 5 مرات وما حدا رد علي، يعني معقول ما حدا معبرني بهالبيت؟ فعلا ما بيستحوا. سجيتي خلاص رح ضل ساكتة. سيلا. ايه مدام؟ شوفي في كاسة مكسورة بالصالون، طلعي ونطفيها لو سمحتي. من وين جبتي لهي الكاسة؟ طلعي في منهم كتير على هذا الرف يا مدام. مين بده يكون؟ مين له مصلحة معي لحتى يهددني بهالطريقة؟ Rock the charity.
أنا ماني مرت أخوك بارينتي، فهمتي؟ ليكي أنا دائما رح كون بعيد عنك خطوتين، لهيك لا تحاولي تعرفي مين بكون، لأن ما رح تعرفي أبدا، ما رح تعرفي مين أنا شو ما عملتي، ديري بالك مني. أنا عن جد قلقان كتير، سوارة وسانسكار لهلأ ما أجوا، هن شو عم بيعملوا لهلأ؟ روقي كتير تأخروا. ليكي لما قلتي اسمهم فوراً إجوا. سوارة من هاليوم ما قلك فوتي على المطبخ، الخدم بيشتغلوا كل شيء، ولكي يا بنتي لو شو ما صار يصير جوات المطبخ انتو ما لكم علاقة أبدا. ماشي ماما أنا منيحة. فوتي سوارة تعي. انتي شايفة قديش بحبوكي؟ ليكي سوارة هلأ جاية راجيني وبتصرعني فيكي. أنا بستأذن. إيه سيد مثال، شو قلت؟ مين اللي سحبهم؟ بس سيد مثال كيف وين؟ طيب أنا بحكي معك بعد شوي، ولا تخبر حدا عن هذا الموضوع أبدا. سوارة؟ شو كيف صرت؟ بعتذر طلعت قبل ما تجي، اضطريت وما قدرت استقبلك وقت اجيتي. بتراجيني انت لو قلحتي. شو صاير معك؟ مو شايفه ايديكي شبان؟ راجيني؟ شو صار بنتي؟ شو صاير معك؟ قولي صاير معك شي؟ لا لك شي، أنا منيحة كتير. لما كنت ماشية خبطت بحدا وقعت على الأرض، ولهذا السبب إيدي توسخوا. انتي وين كنتي راجيني؟ بالبيت. هو قالت لي امي انه عم تعمل حضانة، ولهيك رحت لشوفها. وانتي كنتي عندهم؟ ايه بنتي، هي قالت لي قبل ما تروح. ايه وأنا وقعدت وقت اللي إجيت من عندهم، رح أروح وغسل. شوفي سوارة، تعرفي إنك خوفتيني؟ راجيني شو هو اللي خوفك؟ احكي الحقيقة وقولي وين كنتي؟ لأنه أنا وسانسكار كنا عند أهلي وما شفناكي. سوارة،
أنا رحت لعند أهلي. يمكن كون وصلت بعد ما إجيتي أنت وسانسكار لهون. عن جد؟ ليكي راجيني، أنا فيني ببساطة أتصل بماما وأسألها إذا رحتي. بدك أعمل هيك شي؟ يلا حكي لي الحقيقة، بركي بقدر ساعد. ساعديني بشو؟ عن جد سوارة، ليش على طول بتطلعي فيني وبتحسسيني إني مسكينة وما بقدر أحمي حالي بنوب؟ شو يعني أنت أحسن مني؟ بترجاكي ليكي، أنا بقدر أعتني بحالي منيح. بترجاكي ما في داعي تضلي تدوريلي على أخطائي يا سوارة. أنا تعبانة، إذا ممكن تتركيني لحالي. بس ما في عندي طريقة تانية غير هي. راجيني، راجيني راجيني، ليش سويتي هيك؟ ليش هيك عملتي راجيني؟ شوفي فهميني شو سويت لك سوارة. راجيني شو عم يصير لك؟ قليلي لشوف ليش ضربتي سوارة. أنا وسوارة صار بيناتنا شي، لهيك أنا ضربتها. لأنه أنت على طول عم تشكي فيني، على طول بتفهميني غلط وبتقليلي مني أنت كمان. بس خلص، أنا هالمرة تعبت كتير، ما عاد أقدر. بس مو هيك بنحل المشكلة. أنا هيك بحل مشاكلي. راجيني كمان أنا الغلطانة. إيه مثل العادة، على طول أنا بس اللي بغلط، ما عاد حدا يحكي معي، مو قادرة أتحمل. أنا بس الغلطانة الغلطانة الغلطانة. اهدي راجيني خلص، شبك شبك، ليش هيك عم تعملي؟ اتركني لك شي، ما تمسكوني، أنا غلطانة غلطانة غلطانة. أنا قديش أنا قدمت لكم، أنا حاولت كتير مشان تسامحوني، بس لا لا، لسه بترعبوني على طول، بتفكروا إنه أنا رح أرجع أغلط معكم. شو أعمل أنا؟ شو أعمل؟ عدد تسدوني، قولولي شو لازم أعمل؟ ليش أنا دائماً اللي لازم كون غلطانة؟ ليش
تلوموني، خلاص خلاص ما عاد فيني، خلاص ما عاد فيني. أنا آسف سوارة، بس ما بعرف ليش. بسيطة لك شي سوارة. أنا متأكدة إنه هالبنت لابستها روح شريرة، مو معقول اللي ساوته. لأنه راجيني بتحب سوارة كتير، ليش لحتى تهجم علي وتضربها من دون ما يصير شي؟ مو لأنا لابستها روح شريرة؟ مشان هيك لازم نحكي مع حدا يجي يشوفها. ماما خلاص، شي مرة بس فكري شوي قبل ما تحكي. ليش وين الغلط بحكي؟ نحن ما منعرف شو صاير بيناتهم، بس هاي ردة فعل. شو ما كان صاير، راجيني ما لها حق تتصرف مع السوارة بهي الطريقة. هي لازم تبرر تصرفها. راجيني، أنا آسفة كتير سوارة، أنا ما كان قصدي إني أضربك أبداً يا أختي، يا ريتك بتقدري تعرفي اللي أنا عم مر فيه. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.